السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كيجي؟ عاملين ايه؟ هنذاكر مع بعض النهاردة في كتاب كونكت بلس كي جي 1 الترم الاول. تعالوا نشوف مع بعض. وقفنا المرة اللي فاتت عند ليسون 5، بيقول لي كونكت وذ ماس، عايزني بقى اشتغل في الماس شوية، ان انا ابدأ اجمع. يعني ايه اجمع؟ يعني عد الحاجات واجمعها. انا دلوقتي عندي حاجة اسمها هاف، يعني عنده او يمتلك. هاف يعني ايه؟ يعني عنده او يمتلك. لما اقول I have، انا عندي، I have، انا عندي، I have one nose، طيب I have one mouth، I have two ears، I have two eyes، I have two hands. يعني ايه يا ميسي الكلام ده؟ عايز اقول انا عندي بق واحد. هقول ايه؟ I have one mouth عشان عندي بق واحد. طب انا عندي كم مناخير، كم انف؟ عندي one nose، يبقى I have one nose. طيب يبقى I بتاخد have، I بتاخد have. طيب انا دلوقتي عندي حاجة اسمها singular وحاجة اسمها plural. singular اللي هو المفرد، plural اللي هو الجمع. singular ده حاجة واحدة بس، اي حاجة واحدة بس مفردة يبقى بقول عليها مفرد، بقول عليها ايه؟ مفرد. والاسم بيجي زي ما هو، والسنجلر والبلولر ده بيجي في الاسم فقط. يعني ايه في الاسم بس؟ الحاجات اللي انا بينفع ان انا اعدها. طيب في حاجات ينفع ان انا اعدها؟ وفي حاجات ما ينفعش اعدها؟ يعني ايه ينفع اعدها؟ كاونتابل، حاجات ينفع اعدها. طب حاجات uncountable ما ينفعش اعدها. لو الحاجة ينفع اعدها زي ايه يا ميس؟ لو معايا مجموعة من الاقلام زي كده او الالوان، هينفع اعدها؟ let's count. One, two, one color. Two colors, three colors, four colors. طب تعالوا نعد صوابعنا. One finger, two fingers, three fingers, four fingers, five fingers. لو اديتك شوية تفاح هتعرفوا تعدوهم؟ ايوة يا ميس. لو اديتكوا بقى شوية رز هتعرفوا تعدوهم؟ لا يا ميس، يبقى دوت مش هينفع اجمعه. طب هجمعه ازاي؟ طب لو اديتكوا شوية لبن هتعرفوا تعدوهم؟ لا برضو. لو اديتكوا شوية مية هتعرفوا تعدوهم؟ لا برضو. يبقى هعمل ايه؟ في حاجات ينفع اعدها وفي حاجات ما ينفعش اعدها. انا دلوقتي بتكلم عن الحاجات اللي انا ينفع اعدها. بعمل فيها ايه يا ميس؟ الاسم اللي ينفع ان انا اعده هعمل فيه ايه؟ هضيف له حرف اس، هضيف له لتر اس، هضيف له لتر ايه؟ اس، ده اس الجمع. طيب لما يبقى عندي one eye، عين واحدة. طب لما يبقى عندي اتنين هقول ايه؟ two eyes. عملت ايه؟ ضفت حرف اس بس للكلمة يا ميس. طيب هنا one arm ده singular صح؟ one arm واحد بس. طب لو انا عندي two يبقى two arms. عملت ايه؟ arms. ضفت ايه؟ ضفت اس. طيب لو انا عندي one leg عايزه اخليها تو، تبقى تو ايه؟ تو ليجز. يبقى لما اجي اجمع الحاجه الاسم بضيف له ايه؟ اس. لما يكون الاسم اكتر من حاجه واحده بضيف له اس. وان اير تو ايرز، وان بن تو بنز، وان بوك تو بوكس. خلاص يا كيجي؟ طيب هو هنا تعالوا نشوف بيتكلم ازاي. عايز بقى احفظ شوية جمل كده. بقول ايه؟ I have two arms، انا عندي ذراعين. I have one mouth، انا عندي فم واحد. I have two eyes، انا عندي عينين. I have two legs، انا عندي رجلين. I have one mouth، I have one nose، I have two eyes، I have two ears، I have two hands، I have two legs. يبقى انا عايز احفظ الايه؟ الجمل دي. طيب هو هنا بيقول لي معظم الاسماء المفردة بتتحول الى الجمع بإضافة اس. Most singular change into plural by adding s. يبقى الاسم معظم الاسماء، عشان احنا اتفقنا ان في عندي حاجات ينفع اجمعها وفي حاجات مش هينفع اجمعها. ايه الحاجات اللي هينفع اجمعها يا ميس؟ الكلمات العادية، لما اقول leg، لما اقول ear، لما اقول eye، لما اقول arm. الحاجات دي سهل ان انا اعدها فهعرف اجمعها. طب حاجات زي اللبن، زي الرز، زي المية، الحاجات دي مش هعرف اجمعها. طيب فهو بيقول لي هنا singular one ear one arm، بقت two ears، حطيت ايه؟ اس للاسم.
بقت تو ارمز حطيت اس برضو للاسم. طيب تعالوا نشوف ورا هنا الاكسرسايز اللي عندي. I have two I ولا eyes؟ هو قال لي 1 ولا 2؟ قال لي 2، يبقى الاسم لازم يكون في حرف اس، اخره ايه؟ اس، يبقى هختار الكلمه دي طبعا. طيب I have two ears ولا ear؟ ها دي 1 ولا 2 يا مس؟ دي 2 يا مس، يبقى هختار اللي فيها اس ولا ما فيهاش اس؟ لا طبعا يا مس هختار اللي فيها اس عشان ده بقى بلورال. طيب I have one or two nose، بصوا كده النوز دي 1 ولا 2؟ ها 1، كمان النوز ما فيهاش اس، يبقى مش جمع، يبقى I have one nose. اي حد في الدنيا عنده one nose. طيب هنا I have two hand ولا hands؟ ها hands اللي فيها اس. count and circle، هنا هبدا اعد 1 2. مهم جدا يا كيجي ان انا احفظ كلمه count، ومهم جدا ان انا لما اجي اعمل counting، لما اجي اعد هعمل ايه؟ هعمل علامة على الحاجة اللي انا عديتها عشان ما ارجعش اعدها تاني. يعني ايه؟ هعمل شرط كده 1 كده هشطب عليه، 2 هشطب عليه واختار نمبر 2، بهنا 1 اختار نمبر 1 2 اختار نمبر 2. I have one mouse. كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده كيجي، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.